ايوه اقري لي شو مكتوب جوا الطاسه. ريس الباذنجان مع شوكولا وعيون الغنم. ايوه. طب انا فيجيتيريان. انا فيجيتيريان بلا فيجيتيريان بلا ميديتيرينيان. سؤالي إليك، صرحت أغار على زوجي أحمد الحلو كثيرا، تغاري عليه كثير لأحمد لأنك واحد أخطأتي بالارتباط برجل وسيم مرة أخرى، فقدت ثقتك بنفسك، فقدت ثقتك بالرجال. ايه يعني ليه هدول ثلاث أجوبة؟ ليه ما يكون في جواب غير هيك؟ ليه الوحدة اللي بتغاري؟ لأنه شو ما جاوبتي غير هدول بتكوني عم تلفي وتدوري. لا والله العظيم ليه؟ للآخر شو؟ يا سيدي فقدت ثقتي بنفسي ولا بقول بفقد ثقتي بالرجال. هي حلو، مع أنه أنا عندي ثقة عالية جدا بس هيك. طب شو رأيك أنت؟ لا طبعاً المرأة بتغار لأنه من الحب. أنت بتغار على مرتك ولا ما بتغار عليها؟ طبعاً. شوف عندك ثقة بحالك ولا ما عندك؟ ومرتي بتغار علي. إيه لا أنت عندك ثقة بحالك ولا لا؟ عندي ثقة بحالي. عندك ثقة برنا ولا لا؟ طبعاً. طب ليه بتغار؟ لأنه اللي ما بيغار الغيرة. الغيرة حب. الغيرة نسب. ايه. ودرجات متفاوتة. طبعاً. الغيرة تصل إلى درجة بتصير مزعجة. طبعا لا. هلا أنا بغار بطريقة مزعجة؟ بيسترجي يحكي غير هيك؟ ليكو عمل هيك. قال ايه طب بده يقول ايه بدون ما افتر راسي وشوفه بده يعمل هيك. عمل هيك ولا ما عمل هيك؟ أنا بغار بطريقة شو عملت؟ جاي أنا رجل. والله. مبين. انا اعوذ بالله حاشا لله ان يكون انا ابدا ازرع بذره خلاف. أبداً ما فتش له موبايله. ابدا ما فتش لك موبايله. ابدا ابدا يعني دائما الغيره عندكم انتوا الى مبرر لكان مبرره انه انا عندي ثقه فيك حبيبي بس ما عندي انا ما بخاف ثقة بالغير. منك بس انا عندي ما عندي ثقه ابدا باللي بيحاولوا يظبطوك. انا اللي بفهم لانه انا مره وبعرف يعني المشكله بالنسوان. ايه هو وانا كيدهن عظيم. هيك ماشي.